مين اللي هيراقب إدارة أصول الدولة وفق الوثيقة دي؟ إذا كان موضوع الاستراتيجية غايب في وثيقة ملكية الدولة، عندنا سؤال مهم. عملية التخارج من الأصول هيتولاها الصندوق السيادي، والأصول الباقية هتفضل تحت إدارة مؤسسات الدولة. يعني المسؤولية عن كل الأصول دي هتقع على عاتق الخبراء الفنيين اللي برضه هتعينهم الدولة لإدارة المؤسسات دي من غير أي محاسبة. الأجهزة اللي هتقوم بالمساءلة المفروض يتوافر لها المعرفة والخبرة والاستقلال والشجاعة، ليه؟ علشان تقوم بمهمتها على أفضل وجه. ولأن الأصول دي في نهاية المطاف أصول بيملكها الشعب، فيجب إنه مالك الأصول هو اللي يكون رقيب عليها. هتبيع، هتأجر، هتشارك. حتى ولو كانت أجهزة الرقابة المألوفة زي الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، دي أجهزة بتمارس عملها في مناخ من السرية، وصعب الوصول لتقاريرها بسهولة حتى من جانب الباحثين المتخصصين. قرارات الصندوق السيادي نفسه بتسترشد أساساً بمعايير الكسب المالي، وبتخفق حتى في تحقيق أعظم استفادة ممكنة. مثال التصرف في مبنى مجمع التحرير، استفتاء الحلقة اللي بيقول: بعد انطلاق جلسات الحوار الوطني حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، هل تقنن الحكومة بيع الأصول؟ 65% نعم، 21% لا، 14% غير واضح. الدكتور محمد خالد العزام: يبدو أن السلطة المصرية تخطط لنقل ملكية مصر في أصولها واقتصادها إيفاء لعهودها للدول الداعمة، وربما كنوع من المؤايدة على الديون اللي أصبحت حمل ثقيل.